مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. والبداية منتخبنا الوطني اللي انطلق اليوم في التربص نتاعو الملعبية، بداو في التوافد على نزل الإقامة. المنتخب الوطني يبدل المرة هذه النزل بديكور جديد، بترحاب جديد، بطريقة جديدة في استقبال لاعبي المنتخب. تشوفوا الفيديو أكيد على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم، ولا اللي تابعوا فينا توا أو كسي عبد الناصر حط لنا الفيديو نتاع وصول لاعبي المنتخب إلى مقر الإقامة في الضاحية الشمالية. هذه الضاحية الشمالية، إلياس الصخيري هو آخر الوافدين باش يوصل الليلة إن شاء الله غدوة بداية التدريبات. عندنا زوز مباريات ودية في البرنامج، الأولى نهار 6 جانفي 2024 ضد منتخب موريتانيا، والثانية نهار 10 جانفي ضد منتخب الرأس الأخضر. ومبدئيا حسب المعلومات اللي عندنا، زوز مباريات هذوما باش يكونوا دون حضور جمهور وماهوش منقولين تلفزيا، في انتظار تأكيد من الجامعة التونسية لكرة القدم. بخلاف تربص المنتخب الوطني الأسبوع هذا، زاد ثم مباريات الجولة الأخيرة المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. باش نعطيكم التعيينات والبث التلفزي نهار الأربعاء. المباريات هذوما كلهم فرض توقيت، ماضي ساعتين. مستقبل سليمان يواجه نجم الرياضي الساحلي في ملعب سليمان، الحكم هو حسام بولعريس. المباراة هذه منقولة على الوطنية HD2، تو نفسروا علاش. المباراة الثانية الأولمبي البيجي يواجه في تبرق النادي الإفريقي، الحكم هو مختار علي. والمباراة هذه منقولة على الوطنية الثانية SD، أو كتحلوا بارابول عن SD وعن HD، تلقاهم في نفس التوقيت. المباريات منقولين كيف اتحاد بن قردان يواجه قوافل قفص، الحكم والحسين بالحاج علي. ملعب التونسي معفى في مباريات المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية مصعتين زادت، ترجي الرياضي التونسي يواجه نادي الرياضي بن زرتي، الحكم هو عبد السلام ماني. المباراة هذه في رادس وغير منقولة تلفزيا. CSS يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، قمة الجولة هذه بتحكيم لمجدي بلاغة. والمباراة هذه منقولة على الوطنية الأولى HD اللي تحبوا عليها أنتم، المهم كوني منقول على الوطنية الأولى. ونجم تلاوي يواجه مستقبل المرسى، تحكيم أسامة شريط، واتحاد تطاوين معفى مباريات الجولة الأخيرة. نذكروا كون الرهان الوحيد في الجوله هذه هو نقاط الحوافز بالنسبه للفرق اللي باش تلعب مرحله التتويج، خاصه بالتحديد في المجموعه الاولى. خاطر في المجموعه الثانيه حسمت الامور، الترجي واتحاد الرياضي المونستيري والCSS تاكدوا كل واحد من نقاط الحوافز باش تحصلوا عليها. في المجموعه الاولى الملعب التونسي عنده 24 نقطه معفى مباريات الجوله هذه، النجم الرياضي الساحلي عنده 22 نقطه يواجه سليمان، وفي المركز الثالث النادي الافريقي عنده 21 نقطه. نذكروا زاده كانوا في حاله تساوي عدد النقاط، يتم اعتماد الفصل 22 من قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم. أول حاجة يتم اعتمادها هي عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق اللي عندها نفس الرصيد. إذا كان يتواصل التعادل وقتها يشوفوا الأهداف المقبولة والمدفوعة في المواجهات المباشرة، وإذا كان يتواصل التعادل وقتها يمشيوا للديفيرونس وبيوت، يعني الجول أفريج في مرحلة الذهاب، يعني الفرق بين الأهداف المقبولة والمدفوعة في مرحلة الذهاب. أعلن المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم عن إمضاء عقد مع المهاجم رفيق الكامرجي، وهداف البطولة الموسم الفرد كان عنده 14 هدف، كان مهاجم وقتها في اتحاد بن قردان، ثم غادر بداية جويليا إلى فريق الفيصل الأردني قبل ما يفسخ عقده ويرجع إلى تونس من بوابة المستقبل الرياضي بالمرسى. هزيمة مخجلة، هذا هو العنوان لازم نستعمله مرة أخرى، نلقى روحنا نستعمله في العنوان هذا بعد مباراة مصر. منتخبنا ينهزم اليوم في البطولة العربية لكرة السلة، البطولة العربية المقامة في القاهرة في مصر، ضد شكون؟ ضد المنتخب الليبي. خسرنا 70-64 وهكا نغادر المسابقة من الدور النصف النهائي، بعد ما كنا زاد خسرنا ضد مصر في الدور الأول. وقتها زاد حتى هذه كما هذه هزيمة تتسمى مخجلة برشا. نختموا بالنتائج واهم المباريات خارج تونس. ثم برشا كوره الليله في البريمير ليغ، 8:30 ويست هام يواجه برايتون، وفي الليغا رايو فاليكانو متقدم على ختافي 2-0 مازال كيتسجل الهدف الثاني، 7:15 ريال سوسيداد يواجه ديبورتيفو الافيش، و 9:30 نتاع الليل فياريال يواجه فريق فياريال فالنسيا يواجه فريق فياريال، وفي الكوبا ايطاليا كما قلنا 9 نتاع الليل الميلان يواجه كاليري. النشره هذه وكل اخبارنا الرياضيه تلقاوها على موقعنا موزايكا فام.net.